السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة إمام تك. ويانا اليوم هاتف إنفينكس سمارت، راح أشوف طريقة تخطي حماية الـ FRB أو حماية جوجل لهذا الجهاز. الجهاز طبعا قافل عندي بحساب جيميل. طريقة التخطي سهلة، ما يحتاج منك وقت، ما يحتاج منك تعب، ما يحتاج منك استعمال لابتوب، جدا سهلة. قبل ما نبدأ بالفيديو، إذا ما كنت مشترك بالقناة أرجو أنه تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى تصلك إشعارات الفيديوهات القادمة، وحتى يكون دعم منكم لنا ويكون حافز أنه نطرح دائما كل ما هو جديد بعالم التقنية. نبدأ الفيديو إن شاء الله. بداية نختار اللغة، نختار البلد، أي بلد كان على التعيين. ننطي التالي. هنا نختار شبكة الواي فاي، وأنا مسبقا مكنك على شبكة الواي فاي. هنا مثل ما تشوفون ده يطلب مني البين لوك، يعني كان على الجهاز اكو بين لوك، او استخدم حساب الجيميل بدلا من البين لوك. انا انفرمت الجهاز اساسا لانه ناسي رمز الشاشة او قفل الشاشة، وناسي الحساب الجيميل، فالجهاز قفل عندي. راح نشوف شلون نقدر نتجاوز واجهة اثبات الملكية او الباي باي وجوجل اكونت. مثل ما تشوفون اذا نعطيه نكست يعطيني انتر عن ايميل او فون نمبر. سوي رجوع. نختار اي شبكة من شبكات الواي فاي ونضغط على المسطرة ضغطة مطولة. بعدها نختار لانجوج سيتنج ونعطي اضافة كيبورد او اد كيبورد. هنا نجي نبحث على اي لغة بيها صفحة اكو سهم، مثل ما تشوفون هاي. هاي مثلا اللغة او اللغة البان، اللغة الالبانية او اللغة العربية. نختار مثلا اللغة العربية. عندي هنا اضغط على ثلاث نقاط واختار الهيلب اند فيدباك. اخذ اي واحد من هاي الارتيكلز المقالات، ولنفرض ناخذ مثلا الثالث مع بي، مقال ثاني بفيديو توضيحي. اشغل الفيديو. مجرد انه يبدي يشتغل عندي الفيديو اضغط على هذه العلامة، راح ينقلني الى اليوتيوب، ومن اليوتيوب انتقل الى المتصفح. انطي نيكست. هنا اكتب مالت روم وانطي بحث. هذا عبارة عن تحقق امني، اكمل التحقق الامني حتى تثبت انه انت مو روبوت، وانطي نيكست. Thank you.
فينجر برينت باترن نطي صح نكست صح اوكي هسه سوي لي بصمه نسوي ريستارت للجهاز هسه اللي بدي تشوفونه يقول لي بري واي باتر يعني مسوي نقش خل نقش وهذه واجهة اثبات الملكية اختفت يعطي هنا ساين ان تجي لفوق او سكيب فاهم تسوي سكيب تغطي يجي بس نشوف شيء مال الجهاز حتى نتأكد هاي مثل ما تشوفون انفينكس سمارت 5 موديل اكس 657 سي Yeah.